أهلا بكم في ترند. تحتفي مملكة البحرين اليوم الموافق 10 فبراير بالنسخة السادسة من يوم البحرين الرياضي، واللي تقرر اعتماده كيوم وطني يتم الاحتفال به سنويا، ويشارك فيه كافة أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة. ويهدف هذا اليوم لغرس ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وبث روح الحب والولاء للوطن، وغرس مفاهيم الرياضة المجتمعية من خلال توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة المختلفة، واستثمار الطاقات الكامنة من خلال التأكيد على أن الجسم السليم المعافى هو مصدر السعادة للإنسان. بمناسبة اليوم الرياضي البحريني، أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بالدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المفدى أيده الله وحكومته الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لنشر ثقافة الرياضة للجميع في مجتمع صحي مستدام، وتطوير الحركة الرياضية والشبابية ومواصلة إنجازاتها على الخارطة العالمية، مؤكدا حرص الوزارة على توظيف قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الإخبارية والرقمية في نقل الفعاليات الرياضية المختلفة. ممارسة الرياضة تخفف من ضغوطات الحياة وتعدل النفسية. خلونا نتابع بعض التمارين اللي نشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في انستغرام، ويلا تحرك ما عندك عذر. حياكم الله، اليوم جايين هني نحرك روحنا شوي من الصبح بدل الربادة والكسل. بنعلمكم بعض التمارين الخفيفة عشان تتنشطون وتعلون نفسيتكم. شيء أكيد، لما تمارسون الرياضة معناته إنكم قاعدين تخففون من تأثير ضغوطات الحياة، تعدلون نفسيتكم وتحافظون على صحتكم. يلا نبدأ. أول شيء لازم نسوي إحماء لمدة 5 دقائق. نشر الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم مقطع فيديو بمناسبة يوم البحرين الرياضي لمجموعة طلاب مميزين بمدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة الثانوية الصناعية للبنين، رفعوا اسم مملكة البحرين في الكثير من البطولات والمحافل، وهم أبطال الرياضة بمختلف أنواعها. انتابع. عبر حسابه الرسمي في تويتر وبمناسبة يوم البحرين الرياضي، غرد مطار البحرين الدولي قائلا: اليوم هو يوم البحرين الرياضي الذي يحتفي بثقافة الرياضة والحياة الصحية في المملكة. لا شك أن ممارسة الرياضة تعود بفوائد جمة على صحتك البدنية والنفسية، كما أنها ممتعة أيضا. مطار البحرين الدولي يحثكم جميعا على اتباع نمط حياة صحي ونشط. ماذا تنتظر؟ ابدأ اليوم. انتابع. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. في أمان الله.